مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على الهواء مباشرة. راح أكون وياكم أنا الدكتورة نور محمد علي طبيب اختصاص في تقديم وإعداد هذا البرنامج. نستضيف ببرنامجنا أطباء اختصاص من مختلف الاختصاصات الطبية، كذلك نستضيف مسؤولين من وزارة الصحة حتى نعرف منجزات الوزارة، ويمكنكم أيضا الاتصال على أرقام برنامجنا في حال وجود أي استفسار، مقترح، مناشدة، احنا نسمع لكم. وخلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا وسهلا بكم متابعينا مره ثانيه، نذكر بارقام هواتفنا الموجوده اسفل الشاشه للاتصال واعطاء اي مقترح او اي مناشده او اي سؤال طبي، احنا بانتظار اتصالاتكم. اليوم معنا بالاستوديو الدكتوره سنان غازي مهدي، طبيبه استشاريه ومديره مركز السيطره على الامراض الانتقاليه. اهلا ومرحبا بك دكتوره. سهلا. دكتوره، بدايه نحب نتعرف على مركز السيطره على الامراض الانتقاليه، تاريخ هذا المركز وما هي اهم الاقسام والشعب الموجوده بهذا المركز. تفضلي. شكرا جزيلا على استضافتكم لنا، وحقيقه نحتاج نتواصل مع اهلنا وناسنا في العراق. اهلا وسهلا. مركز سيطرة على امراض انتقاليه كبدايه تاسس سنه 1945. بدايه كان اسمه معهد الامراض المتوطنه. نعم. بدا بعدد من الامراض، واهمها كانت الامراض المتوطنه في العراق هي مرض البلهارزيه ومرض الملاريا، وبعدها توسع عمل المركز يشمل مجموعة أخرى من الأمراض، أمراض الليشمانيات، أمراض الطفيليات. نعم. إلى أن وصل إلى الهيكلية اللي موجودة حاليا تحت مسمى مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية. نعم. أي سنة صار مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية؟ صار كتسمية سنة 1989. نعم. لكن أغلب الأطباء القدماء طبعا يسمون المتوطنة، يعني متعرفين كتسمية سابقة للمركز. نعم. هناك كثير من البرامج في هذا المركز، يعني عندنا شعب، مجموعة من الشعب، كل شعبة مسؤولة عن عدد من الأمراض. عندنا شعبة الأمراض التنفسية الحادة واللي تشمل الإنفلونزا بأنواعها، تشمل كوفيد حاليا، تشمل أنواع السحايا، مرض السحايا، أنواع الأمراض المشمولة ببرنامج وسع التحصين، القزاز، الدفتريا، سعال الديكي، عندنا مرض الجذام لا سمح الله ايضا موجود ضمن هذه الشعبه، امراض اخرى تسجل ضمن هذه مسؤوليه هذه الشعبه. نعم. عندنا شعبه الامراض المعويه الحاده، الاسهال، الكوليرا، التايفويد، عندنا مرض الاسهال الفيروسي، التسمم الغذائي. عندنا الباسيلري، مرض الديزنتري ايضا ضمن اعمال هذه الشعبه. عندنا شعبه الامراض حيوانيه المشى، اي مرض ينتقل للانسان من مسبب حيواني هي موجوده ضمن مهام هذه الشعبه، وهي امراض كثيره وفي تزايد هذه الامراض. عندنا شعبه الملاريا اللي حققت انجازات كبيره، واللي تاسس المعهد على اساس مرض الملاريا والبلهارزية. وصلنا الى مرحله انه نحافظ على الموقف الوبائي، انه ما عندنا حالات ملاريا في العراق منذ عام 2008، وهذا انجاز كبير. نعم، هذا انجاز من 2008 لحد هذه اللحظه لم تسجل اي حاله ملاريا محليه، يعني ما سجلت ملاريا داخل العراق. عندنا شعبه البلهارزيه، وايضا من 2010 الى هذه السنه ما عندنا حالات بلهارزيه محليه. الحمد لله. وهذه انجازات هي بدت من 1945 كتسميه اداريه، لكن هي بدت قبلها، بس كتسميه اداريه بدت هذه السنوات. عندنا شعبة السيطرة على نواقل الأمراض، واللي هي مسؤولة عن كل النواقل اللي هي تسبب الأمراض الانتقالية. عندنا شعبة الرصد الوبائي، واللي هي مسؤولة عن تسجيل كل الأمراض الانتقالية، تسجل في ضمن كل الرقعة الجغرافية لجمهورية العراق. دكتورة، هل توجد ارتباطات أو توجد شعب نظيرة في دوائر الصحة والمحافظات؟ احنا كمركز وزارة ايضا لنا شعب نظيرة تسمى شعبة السيطرة على امراض انتقالية في كل دائرة الصحة، يعني عندنا 20 دائرة الصحة، حتى يتعرف اليوم متابعنا عن هذا الموضوع. كل دائرة الصحة عندنا شعبة بنفس المسميات، بنفس الوحدات النظيرة، هي مسؤولة عن تنفيذ الاجراءات في داخل دوائر الصحة. هذه مركز الدائرة. نعم. اضافة الى احنا المحافظة بها اقضية. نعم. فكل قضاء بها قطاع، كل قطاع ايضا اكو هيكليه مسؤوله عن متابعه الامراض الانتقاليه والوقايه من عدها،
في كل مركز صحي. المركز الصحي أيضاً أكو وحدة وهيكلية مسؤولة عن متابعة إجراءات الوقائية للأمراض الانتقالية. فهذه سلسلة هرم يبدأ من مركز الوزارة وينتهي بأصغر مؤسسة حكومية صحية. وأيضاً أكو نقول تغذية استرجاعية ما بين الوزارة ما بين المؤسسات ما بين المؤسسات والوزارة، ومو فقط تقتصر على وزارة الصحة أو هيكلية وزارة الصحة، وإنما كل برنامج من هذه البرامج يرتبط مع وزارات أخرى ومع مؤسسات إدارية أخرى خارج وزارة الصحة، لأن الكثير من الأمراض الانتقالية هي المسبب مالتها هو ضمن واجبات الوزارات الأخرى. أكيد نعم دكتور. أهم المهام والواجبات لمركزكم حاب نتعرف عليها أو نطلع المواطن اليوم المتابع إنه يتعرف على أهم المهام والواجبات لمركز السيطرة على الأمراض الانتقالية. من تسمية المركز مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية، كل ما يخص الأمراض الانتقالية اللي تسجل في العراق هي مسؤولية متابعتها من إعداد خطط وزارية اللي تنفيذها من قبل الوحدات والشعب النظيرة في دوائر الصحة، متابعة التنفيذ هذا، إعداد برامج تدريبية للملاكات حتى نساعدها بتنفيذ إجراءات الوقائية، توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، المشاركة في هذه الإجراءات المطلوب تنفيذها في دوائر الصحة، يعني من بداية تسجيل المرض إلى التمكن من تنفيذ الإجراءات الوقائية، كل ما يحتاجه المرض من إجراءات حتى نقلل حدوثه، حتى نمنع حدوث مضاعفات، حتى نمنع انتشاره، منع حدوث أوبئة. الناتج اللي نحتاجه هو أن يكون عندنا مجتمع صحي معافى نفسياً وجسدياً واجتماعياً. هذا اللي هدف وزارة الصحة ورؤية وزارة الصحة. بما يخص الأمراض الانتقالية إحنا مسؤولين عن كل خطوة بالإجراءات الوقائية، بالإجراءات التنفيذية، بالإجراءات نقول حتى أحياناً إجراءات علاجية أيضاً نتابعها ضمن وزارة الصحة وضمن مهام الوزارات الأخرى. يعني نحتاج أن نتابع تنفيذ هذه الإجراءات بالوزارات الأخرى حتى نقدر نوصل إلى رؤية وزارة الصحة. دكتورة خلينا نعرف متابعنا اليوم عن ما هي الأمراض الانتقالية وكيف تنتقل إلى الإنسان وكيفية الوقاية منها. مهم جدا. يعني إحنا من الأمور اللي استفادينا منها ضمن جائحة كوفيد هو أن مواطننا يفهم ما نعمل حتى يساعدنا بتنفيذ الإجراءات، لأن إذا إحنا كوزارة كمؤسسة حكومية نعمل وحدنا المواطن ما راح يفهم إحنا هدفنا شنو. إحنا نحتاج نوضح لمواطننا إنه إحنا هدفنا شنو حتى هو يساعدنا يتعاون معنا، لأن بدون ما يفهمنا ما راح نقدر نشتغل. كمرض انتقالي هو اسمه مرض انتقالي، أحيانا نسميها معدية لكن كتسمية إدارية انتقالية. ينتقل من إنسان إلى إنسان، إذا أكو إنسان مصاب أكو أمراض تنتقل من الإنسان إلى الإنسان. أحياناً الحيوان مصاب، مخلفات الحيوان هي تنقل مرض إلى الإنسان. أحياناً أكو أمراض تنتقل من التربة الملوثة، الماء والهواء الملوث، الغذاء البيئة الملوثة، الغذاء الملوث، هذه لما أيضاً ممكن تنقل لنا المرض إلى الإنسان. هدفنا إحنا صحة الإنسان، لكن حتى نحصل هذا الهدف لازم نفهم كيف يحدث المرض. يعني أنا أقول أكو إجراءات وقائية، عندنا أمراض كثيرة بداية مثلاً كوفيد، كوفيد مرض تنفسي مسبب مالته فيروسي، هذا كيف يحدث؟ لازم أعرف كيف يحدث حتى أعرف كيف أحمي نفسي وكيف ينتقل وكيف ينتشر المجتمع من هذا المرض. عندي مسببات نسميها بكتيرية، مثلاً حمى مالطة. هذا المرض لازم أفهم كيف ينتقل للإنسان حتى أحمي الإنسان. إجراءاتي وين راح تصير؟ راح تصير على الجانب الحيواني وعلى الجانب الإنساني. عندي قلنا شعبة السيطرة على نواقل الأمراض، هذه تعمل على دراسة كافة النواقل واللي هي قد تكون حشرات، حيوانات، أنواع كائنات حية أخرى. هذه الكائنات الحية بمختلف أنواعها موجودة بالبيئة، يعني هي كائنات حية سبحانه وتعالى خلقها لسبب معين،
لكن هاي الكائنات تنقل المرض إلى الإنسان. نعم. فلازم أعرف كيف أتعامل مع هذه الكائنات وكيف الإنسان يحمي نفسه من هذه الأمراض. نعم. عندي مسببات طفيلية، يعني عندنا مسبب فيروسي، عندنا مسبب بكتيري، عندنا مسببات طفيلية ممكن تنتقل عن طريق التربة. نعم. فشن الهدف أنا لازم شو أسوي؟ أفهم الإنسان كيف يمنع ظهور هذه الطفيليات والسبب لنا أمراض، وهاي الأمراض قد تكون مزمنة ولفترة. إحنا نخاف من السرطان ونخافنا، لكن عندنا طفيليات بسيطة جدا، بسيطة جدا لكن سبب أمراض خطيرة، والوقاية منها بسيطة جدا لكن قد تسبب مرض يبقى سنوات طويلة. نعم. مثل ما كانت مثلا عندنا البلهارزية. نعم. ولحد هسه أكو ناس يعانون من المسببات البلهارزية اللي حدثت بالستينات وبالسبعينات. نعم. ما زال أكو ناس يعانون منها. نعم. يعني شقد فترات طويلة. نعم. هو طفيلي نقل. نعم. لنا المرض. صحيح. فأني مهم جدا أعرف كيف يحدث المرض، كيف ينتقل، ما هو المسبب لانتقاله، حتى يفهم الإنسان كيف يحمي نفسه من هذه الأمراض. دكتورة، خلينا نتحدث اليوم عن مرض كورونا المستجد. طبعا موجات متعددة ومتحورات كثيرة، والآن العالم يتحدث عن متحورات وسلالات جديدة. نحب نتعرف اليوم على هذه السلالات الجديدة ومدى انتشارها وخطورتها بالعالم. مرض كورونا في بداية ظهوره. نعم. سنة 2020، هي طبعا ظهوره بنهاية 2019. نعم. لكن أعلن كمرض وأصبح جائحة عالمية، وأعلن عالميا أنه هذا يعتبر جائحة فلازم نتعامل معها بتعاملات خاصة حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية. بداية المرض هو مرض جديد غير معروف كيف ينتقل، كيف يحدث، كيف نتوقع منه، كيف نحمي نفسنا. يعني تقريبا هي 6 أشهر أو 7 أشهر تقريبا احنا كنا متخوفين جدا من المرض. نعم. يعني كان رعب بالنسبة للعالم وليس فقط. صحيح. للعراق. نعم. لكن بعد أن افتهمنا طبيعة المرض كيف ينتقل، كيف يمكن الوقاية من عنده، أصبح إلى لقاح. نعم. وهذا مهم جدا بالأمراض الفيروسية. يعني عندنا أمراض فيروسية سجلت قديمة جدا، يعني من نقول قرون. نعم. من أخذنا إلها لقاح مرض الجدري، جدري. مرض فيروسي. نعم. وكان العالم كله خاف منه، لكن بعد أن أصبح إلى لقاح انتهى المرض. انتهى من العالم. العالم. نعم بالضبط. زين. مرض الإنفلونزا. نعم. اللي هي تعتبر إنفلونزا موسمية تحدث سنويا مرتين مرات. نعم. أيضا بها متغيرات، بس ما دام إلها لقاح إحنا ما نخاف من عندها. صح. لذلك هو مرض كورونا بقى متغير، يعني بالسنة مرتين تقريبا تظهر تغييرات جينية به. نعم. وتكتشف مجموعة جديدة من عنده ونتعرف على شدة المرض. لكن من نتابع الإصابات ونقول المنحني الوبائي لهذا المرض، شوف المنحني الوبائي في سنة 2020 كان عالي جدا، بال21 منحني بدأ ينخفض، بال22 أصبح منخفض مع ظهور اللقاحات. أيضا انخفض بشكل كبير ظهور اللقاحات. نعم. التغيرات أحيانا تكون قوية وتنتشر لفترة معينة. نعم. وبعدها تنتهي، فهي يعني ما أصبح مرض مرعب مثل ما ظهر. نعم. صحيح. وإنما هو أصبح مرض متوطن في العالم كليته، يصير به تغييرات لكن إلى لقاح. فما دام إلى لقاح ونعرف كيف نحمي نفسنا ما أصبح نخاف من عدة. نعم. كعلاجات، علاجات موجودة. الملاكات الطبية والصحية تعرف كيف تتعامل مع المرض، أصبحت عندها خبرة بالتعامل مع الحالات. دائما نأكد. نعم. عليها ومهم جدا، يعني نقول الأمراض الانتقالية الصحية موجودة وتنتشر. نعم. لكن من أعرف الإجراءات الوقائية كيف أحمي نفسي، كيف أقوي مناعتي. نعم. هو هذا المهم جدا. والأمراض التي لها لقاح مهم جدا، يعني أنا مو فقط الكورونا ولا إنفلونزا ولا، لكن كل الأمراض التي لها لقاح، وخصوصا الأمراض نقول دائما عند حدوث الولادة وخلال أشهر، هاي كلش مهمة إن كيف نرفع مناعة أطفالنا خلال 5 سنوات الأولى. هذه مهم جدا إنه أنا ألتزم بالجدول التلقيحي. مجرد التزامنا بهذه الأمور هو راح يحمي أطفالنا، وحماية الطفل هو فقط، ليس فقط للطفل وإنما هذا مع العمر. نعم. يعني عندنا أمراض يعني مع الأسف إذا ما يتلقح الطفل بالبداية ويظهر المرض عنده ويبقى المرض مستمر طول معه حياته. نعم. يعني هذه تعتبر مأساة حقيقة. نعم. ملاحظة مهمة وضرورة تلقيح الأطفال. مهم. ما دام أكو لقاح. نعم. لمرض مهم جدا إنه نلتزم بهذه اللقاح. دكتورة، خلينا نشوف فاصل ونرجع. متابعينا الكرام، نروح لهذا الفاصل وراجعين وياكم.
تحمي نفسك والآخرين من فيروس كورونا المستجد. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية، نكمل حديثنا مع الدكتورة سينان غازي مهدي مدير مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية. أهلا بك دكتورة مرة ثانية. خلينا دكتورة نتذكر بدايات كورونا، كيف بدأ المرض وكيف انتشر للعالم وكيف وصل لما وصل إليه ولماذا سمي بكورونا؟ نعم، شكرا جزيلا. المرض هي مثل ما ذكرنا بدأ إعلانا رسميا هو بداية كانون الثاني 2020، وتطور المرض خلال شهر واحد. نعم. نقل إلى بدأ جزء بالصين كبير من البداية. بدأ بالصين طبعا. نعم. في مدينة. نعم. أوهان. أوهان، حتى كان في وقتها يسمى باسم المدينة. نعم. لكن تحول تسمية، أصبحت رسمية أنه مرض كورونا كوفيد. والكورونا. نعم. يعني التاج. نعم. يعني شكل الفيروس بعد أن اكتشفوا نوع الفيروس وهذا الشكل مثل كأنما عنده يحتوي على تيجان في شكل الميكروسكوبي هذا. خلال يعني شهر تقريبا نصف الكرة الأرضية أصبح عنده، يعني إحنا في العراق، في نصف الكرة الأرضية بشباط سجلنا يوم 24 شباط أول حالة عندنا، وأصبح العالم كله يسجل في أشهر قليلة. المرض قلنا بداية هو طبعا بدأ كذات الرئة ما مفهوم سببها. نعم. وما مفهوم كيفية علاجها، كانت تسبب حالات ذات الرئة شديدة. نعرف ذات الرئة مرض ليس بالبسيط، لكن لما نعرف المسبب إلى ما مشكلة من علاجه، لكن اللي حدث أنه بدأ كحالات ذات الرئة غير معروفة السبب ومستعصية على العلاج. نعم. وكان فعلا الفيروس في قوته يعني، وشدة المرضى مالته كانت عالية، الوفيات كانت في وقتها عالية، لكن بعد أنه اكتشف فهم المرض وكيفية علاجه وتوفير الإمكانيات اللي يحتاج، يعني كان عندنا مثلا في العراق مختبر واحد فقط ويفحص المسبب المرضي، لكن حاليا عندنا في كل دائرة الصحة أكثر من مختبر حكومي وأهلي، توفرت الأجهزة، توفرت عدد الفحص، فماكو مشكلة بعد بتشخيصه، يعني أي واحد يعجبه يفحص ماكو مشكلة، يريد. نعم. مؤسسة حكومية، مختبرات أهلية موجودة تفحص إذا يحب يعني يفحص ويتأكد من عدة. نعم. كأعراض إحنا نقول مرات شلون أعرف أي نفسي عندي كورونا لو عندي فلاونزا، أو طبعا ممكن نفس الأعراض تصير لأمراض أخرى مثلا. نعم. التهاب الكبد الفيروسي، عدة فيروسات تعطي نفس الأعراض، والفيروسات كلها تقريبا. نعم. تبدي كأعراض نقول مشابهة للإنفلونزا، واحد عنده رشح. نعم. أهم شيء طبعا أكو حمى. نعم. كل الأمراض الانتقالية هي تشترك تبدي بحمى، بعد الحمى قد يكون عنده رشح. كل حمى احنا ندري بها، اي واحد بينا من يسخن جسمي كله يوجعني، راسي يوجعني، رجلي توجعني، ظهري يوجعني، هي كلها راح تبدي نفس الاعراض، لكن تاخذ لها 3-4 ايام راح نبدي نفرق. نعم. قد يكون هذا تايفود، قد يكون التهاب الكبد الفيروسي، قد يكون انفلونزا، قد يكون رشح بسيط وينتهي ب3-4 ايام، قد يكون انفلونزا موسميه، قد تكون انواع اخرى من الفيروسات. نعم. هذه شلون نعرفها؟ مهم جدا. احنا هسه المواطن هو كل راح يحس عنده حمى وعنده اعراض تنفسيه، نقول هذه الفتره احنا متعود مواطننا راسا ضرب ابره وبلع كبسوله وحبايه ويوم ثلاثه شاف نفسه ما صار زين، يوم ثلاثه بدل على غير موضوع. هاي 3-4 ايام الاولى عندنا خافض حراره، عندنا كمادات، عندنا سوائل دافيه، هذه نبدي بيها. هل 3-4 ايام نبدي بهذه الامور؟ وضروري طبعا المهم انه خلال هال3-4 ايام اني اراجع اقرب مؤسسه صحيه عندي، اراجع طبيب حتى اتاكد شنو السبب مال لهذا. يعني قلنا ممكن قد تكون التهاب كبد فيروسي اللي ممكن ينتقل عن طريق الماء والغذاء او ينتقل عن طريق مشتقات الدم، وهذه تختلف. فما مستحيل اكو طبيب راح راسا يشخص المرض من اول يوم.
ما ماكو هيك إمكانية يعني، وإنما هاي ثلاث أربع أيام وبعدها تبدأ تظهر أعراض أخرى وأكو وسائل تشخيصية أخرى. يعني ماكو واحد يسخن يوم واحد ويريد ينفحص ورأساً يبين شنو المرض مالته. لازم هاي فترة نقول الفترة الأولى للمرض وبعدها نعرف. فيبدأ المريض ممكن قلنا باراسيتول، خافض حرارة، أي خافض حرارة ارتاح له، أشياء دافية، راحة، وبعدها يراجع أقرب مؤسسة صحية حتى يعرف شنو المسبب المرضي وشنو العلاج الضروري. أنا ما أريد أستعجل الأمور، لكن حتى مرض حمى القرن الكونغو النزفية اللي هسه عندنا نوصل لها إن شاء الله، حتى هذه تبدي بأعراض إنفلونزا. صحيح نعم. يعني واحد شوية يتحمل نفسه يومين ثلاثة أيام، يراجع يتأكد من نفسه، وأكو أمور ثانية ممكن واحد يعرفها الطبيب حتى يقدر يشخص المرض ويساعد المريض بعلاجه. وطبعا مساعدة المريض هي مساعدة العائلة كلها طبعا، يعني أي شخص مريض في العائلة هو مرض لكل العائلة. أكيد. مرض لأن راح متعب على الناس، عائلة راح تدوخ بمريضها. وشي ثاني نفس هذا المريض راح يكون مصدر عدوى للعائلة إذا العائلة ما عرفت شلون تتوقع منه. خصوصا إذا كبار سن أو أحد عنده أمراض مزمنة راح تكون مشكلة. هاي مشكلة أكبر. يعني أنا لازم أفهم عائلتي. أكو رجل كبير سن، أكو شخص عنده ضغط، عنده سكر، أكو شخص ناس عندهم نقص بالمناعة، فلازم أني أحاول أبتعد عنهم حتى لا ينتقل المرض لهم بسرعة. دكتورة، تكلمنا عن تشخيص مرض كورونا، الآن نتكلم عن العلاجات وكيف تطورت العلاجات وكيف أصبح من الممكن علاج هذا المرض بالوقت الحالي. تمام. هو قلنا مرض فيروسي. يعني بداية هو حتى عدد التشخيص كانت ما موجودة. بعدها لا، أصبحت عدد التشخيص متوفرة وفي كل وقت وفي كل مكان ممكن واحد يشخصها. بدت عندنا علاجات اللي نقول مضادات للفيروسات، يعني كان بدينا بنوع واحد أصبحت أنواع كثيرة ومتطورة وممكن واحد يوفرها بسهولة. لا سمح الله ممكن هذا العلاج الفيروسي يتطور إلى يصير به التهاب بكتيري، فأيضا علاجات موجودة. عندنا العلاجات دائمة، أكسجين، أجهزة الإنعاش الرئوي، كلها أصبحت يعني الحمد لله أصبحت متوفرة. وملاكاتنا عندنا متدربة عليها، وممكن أنه لا سمح الله ولو يعني نقول خلال 2023 قليل جدا من الحالات اللي احتاجت دخول مستشفى واحتاجت انعاش رئوي، وانما اغلبيه الحالات كانت علاجات بسيطه متوسطه ممكن تتعالج بامور بسيطه ايضا. دكتوره، خلينا نتكلم عن مدى جدوى لقاح كورونا وكيف قلل من الاصابات والوفيات والمضاعفات، ولا زال للاسف بعض الناس يشكك بمأمونيه وفعاليه هاي اللقاحات. أكد عليها، قلتها وأكد عليها، كل مرض له لقاح. أتمنى على مواطنين أن يلتزمون باللقاح. وجود اللقاح، إحنا قلنا مرض الجدري كان مرض يعتبر مرعب بالنسبة للعالم، لكن قضي على المرض نهائيا بالعالم كله باستخدام اللقاح. أيضا شلل الأطفال، مرض شلل الأطفال يقتل أو يعيق، كان رعب، ولحد هسه احنا نشوف اشخاص كثيرين موجودين هم بسبب اصابات مرض. اثبت اللقاح جدوى منع المرض من كثير، عشرات ملايين الاف، كثير من الاطفال كانوا يصابون بمرض شلل الاطفال. عندنا الامراض اللي هي تخص الاطفال نفسهم، يعني مرض الخناق لولا وجود اللقاح كان حالات الخناق كثيره جدا. عندنا مرض القزاز، قزاز للحوامل وللأطفال، هذه كلها هي باللقاح. نفس الشيء مرض كورونا، يعني أكو لقاحات هي تمنع حدوث المرض، وأكو لقاحات تقلل من شدة المرض وتقلل من دخول المستشفى، مثل مرض اللقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا. هو لا يمنع المرض، لكن يقلل من شدة الإصابة. يعني بدل ما أني أصير حالة شديدة وأحتاج إنعاش رئوي، لا، ممكن يصير حالة بسيطة وتحتاج أدوية بسيطة وعلاجات بسيطة وأنا قاعد ببيتي. مرض الإنفلونزا نفس الشيء، اللقاح مالته، وإن شاء الله إحنا مقبلين على موسم الشتاء، فنتمنى من الناس اللي يحتاجون اللقاح أنه يستخدموه حتى يحمون نفسهم من أي مشاكل صحية، ولا سمح الله ممكن توصل إلى وفيات. دكتورة، الوقاية هو الجانب الأهم في الحماية من مرض كورونا، ما هي أهم النصائح والإرشادات للمواطنين حتى يقللون من إصابتهم بهذا المرض؟ تمام. يعني إحنا دائما نقول أكو ناس هم معرضين للخطورة،
كبار السن، مرضى الأمراض المزمنة، المرضى اللي يكون مناعتهم قليلة، الأطفال، النساء الحوامل اللي يتلقون علاجات لفترات طويلة، ممكن بالضبط الستيرويدز يعني أو مرضى السرطان يعني هؤلاء الناس ضروري جدا ضروري جدا أنه يأخذون لقاحات. هسه مرة بالسنة أحسن من الماكو. لقاحات موجودة في المراكز الصحية، ممكن أي شخص يدخل لقاح يروح مركز صحي يقول عنده لقاح، لقاح كورونا ماكو مشكلة من الموضوع، ممكن يأخذ اللقاح. يصير ويا كل لقاح يصير أحيانا شوية ارتفاع بدرجات الحرارة، يصير رشح وياها، يجوز لا سمح الله يوم يبقى نايم بالفراش، ممكن كل لقاح ممكن يصير عنده إشعارات. فواحد إذا لا سمح الله صار عنده فشي ما مرتاح له، ممكن يرجع نفس المركز الصحي يبلغهم بالأعراض اللي صارت حتى يساعدوه بالإجراءات اللي يحتاجها حتى يقلل نقول من المضاعفات اللي قد تصير بعد أخذ اللقاح. عندنا شيء مهم جدا لكل مرض، لكل مرض هي هذه، كيف أني أرفع مناعتي عدا اللقاح. أولا التغذية الصحية، عندنا الحمد لله العراق بأنواع الخضروات والفواكه موجودة صيفا وشتاء، تعتبر جيدة يعني كل مواطن يقدر. هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، أني شلون أباوع على السوق شنو الخضرة اللي موجودة عندي. البيئة العراقية والخضرة العراقية طيبة جدا، واحد يقدر يستمتع بيها، فممكن هذه تصير عنده روتين يوميا، خضرة كروفس معدنوس دني موجودات فجل دني بصل ثوم، هذه كلها أشياء مهمة جدا واحد يرفع مناعته بيها، هذه وحدة. الشيء الثاني النوم، كيف هو يستفاد من أوقات النوم ليلا وليس النوم نهارا. احنا اصبحت يعني لأن هي سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعلنا النهار معاشا والليل سباتا. ليش؟ لأن الهرمونات الجسم هي من يصير المغرب تريد ترتاح، فلازم واحد يرتاح وياها. الصبح تقعد ويا الفجر الهرمونات، الصبح واحد يقعد يكمل شغله. من ما هذه الأمور إذا ما تبقى هيك شيء يصير إرباك بإفراز الهرمونات. أكو هرمونات تريد تشتغل أنا أريد أنام، فهذه شو الإنسان دائما تعبان ما بيحل. هذه مشكلة، هذه موضوع النوم. دكتورة خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل. متابعينا الكرام نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى، نعود نكمل كلامنا مع دكتورة سينان غازي مهدي حول رفع المناعة عن طريق المواضيع الطبيعية، يعني نقول مثلا عن النوم، حياتنا يعني هي حياتنا العادية اليومية يعني. وأكو أشياء قلنا متوفرة، يعني نحمد الله أنه عندنا أشياء متوفرة. قلنا موضوع الأكل الصحي، النوم الصحي بأوقاته اللي هو بالليل. النقطة الأخرى اللي نحتاجها دائما، إحنا مرات نقول لا نسويها، لا ما يخالف بس نأكد عليه، موضوع غسل اليدين. يعني من الإجراءات اللي أكدنا عليها خلال فترة كورونا نأكد عليها لكل الأمراض الانتقالية حقيقة هي موضوع غسل اليدين. موضوع جدا مهم وجدا مهم بسيط، جدا نص دقيقة باستعمال مي وصابون، باستعمال مطهر إذا واحد ما يمه مي. هذه حركة اليدين بغسل اليدين بكل أطرافها، يعني إحنا كثير من الأمراض أمنع حدوثها بغسل اليدين. يعني أمراض تنتقل صحيحة. أمراض تنتقل عن طريق الماء الملوث والطعام الملوث، أمراض اللي يعني أطفالنا يلعبون خلي يلعبون ما عندي مشكلة بيهم، بس من يدخل البيت من يجي يريد ياكل رأسا روح غسل إيدك صابون يمك، غسل إيدك زين، أباوع عليه غسل إيده بكل أماكنها بكل هذه الحركة مال غسل يديه مهمة جدا أني تقلل وتمنع حدوث كثير من الأمراض. نظافة المكان، نظافة البيئة اللي أني بيها، يعني هاي كلها هذه كل تجمع أزبار تجمع نفايات في أي مكان هي بؤرة للأمراض. جرذان ناقل الأمراض، الذباب ناقل الأمراض، كل النواقل الأخرى ممكن هي هاي الأزبار اللي قريبة من بيتي قريبة من مكان عملي هي تكون بؤرة لكثير من الأمراض اللي أنا أقدر أخلص من عندها مجرد أنه هاي النفايات أخليها في حاوية، أخليها في كيس مغلق. وتعاون مع الشخص أو الآلية اللي راح تجي تجمع النفايات هاي بطريقة أسهل علي وعلي، وأحمي بيئتي وأحمي نفسي وأحمي عائلتي من أي مرض ممكن ينتقل عن طريقها. دكتورة روح الموضوع آخر هو موضوع الحمى النزفية، طبعا هو مرض متوطن بالعراق من سنة 1979 كان متوطن بالعراق، بيظهر بشكل موجات وبائية. نحب نتعرف عن تفاصيل هذا الموضوع، نطلع اليوم متابعنا الكريم حول هذا الموضوع. يعني نقول الأمراض الانتقالية كلها على العموم أكو إجراءات وقائية، أكو وسيلة لمنع حدوثها، من ضمنها هي مرض الحمى النزفية. هو مرض متعب
مرض منقول هم نزفيه، وخصوصا اي مواطن ومن تسمع نزف ودم وتخاف من عنده. فكيف لما احد افراد عائلته لا سمح الله ينزف من كل مكان من فتحات الجسم، خشمه ينزف، عينه تنزف، حلقه ينزف، ايديه، من اي مكان ممكن تباوع عليه كل مكان هو راح ينزف. هذا المرض قلنا هو اكتشف واصبح مسجل بالعراق من سنه 79. تسجل حالات 10 حالات بالسنه، 2 3 يعني معظمها كانت 10 حالات، لكن اللي حدث بعد كورونا، طبعا هي تداعيات كورونا اصبحت كبيره علينا وعلى العالم كليته، بدأت تسجل حالات بزيادة. يعني إحنا بال21 كانت 19 حالة، بال22 وصلنا 380 حالة، حاليا عبرنا 500 حالة لحد هذه الفترة. المرض هو ينتقل من الحيوانات، مخلفات الحيوانات للإنسان، ينتقل أولا عن طريق حشرة القراط، وهاي الحشرة موجودة بالبيئة، يعني ما أقدر أقضي عليها، الحشرة موجودة في كل مكان، ممكن تكون البيئة الزراعية، البيئة اللي نقول شبه ريفية ممكن تظهر بها الحشرة. وأيضا الشخص المصاب ممكن ينقل المرض للأشخاص القريبين من عنده، لكن أنا هاي كلها أقدر أحمي نفسي من عندها. وأيضا يبدي كحمى ورشح، نعم، ألم يعني بالعضلات، ألم نفس الأعراض الأخرى اللي قد تكون انفلونزا، قد تكون التهاب كبد، قد تكون أي مرض من هاي الأمراض الفيروسية. كنا ينتقل عن طريق القراط، أنا شلون أحمي نفسي إذا لا سمح الله المنطقة هي طبعا حشرة سودة صغيرة، بحيث صارت حالة عندنا امرأة اجت تتراجع طبيب قالت عندي شامة بخدي دا تكبر. لما شافها الطبيب لا هاي قرادة، قرادة أصيبت المرأة بالمرض. في حشرة صغيرة سودة موجودة في البيئة الزراعية والشبه الزراعية، ما دام أكو حيوانات وماشية في المنطقة فتوقع أكو قراد. حيوانات أجي أذبحها ممكن ينتقل مرض هذا الحيوان مصاب، من أجي أذبحه وأني ما ماخذ احتياطاتي أي جرح بإيدي ممكن ينتقل المرض، ينتقل الفيروس. عندي شخص تمرض وأني جاي عليه وخايف عليه وألزمه هذا ممكن ينتقل المرض. لكن كل هذه الهوسة وكل هذه الاضطراب اللي يصير للعائلة وللمجتمع ممكن أحميه بإجراءات بسيطة جدا. أولا عندي أرجع أقول أكو نفايات وأكو أعشاب وأكو هذه، عندي حيوانات أنا لازم أهتم بها، يعني حيوانات موجودة. الشخص اللي عنده ماشية من يجي من الحيوانات يلبس كفوف، هاي كفوف عمل مطاطية كبيرة هذه، يلبس شزمة موجودة مو صعبة، من أجي ألزم حيواناتي ألزم كفوف ما أوفها هيك. أنا قصاب، مو شغل قصاب، إحنا بيئتنا أي شخص بالعائلة ممكن يقوم يذبح. قبل لا أجي أذبح أولا من أذبح ما أذبح بنص البيت، لأن هاي القرادة من تنزل من الحيوان بعد ذبحته تنزل تدور لها على دم حار. هذا الدم الحار قد يكون إنسان أو قد يكون حيوان قريب من عده، فأني واقفة ودا أتفرج على هذا الحيوان دا ينذبح، القرادة تمشي ممكن توصل على رجل أي أحد وتلدغه وتبقى ما يحس باللدغة. المشكلة وين القرادة من تلدغ، مو مثل البقة، القرادة تلدغ ما يحس أي وجع، فجأة ورا فترة يتمرض لو يلقى القرادة قدامه، لو أصلا عافته ومشت شو شلون ساعات يعني هذه. فهذه أني أرد أذبح ما أذبح بنص البيت، أحدد لي مكان بعيد عن البيت مخصص للذبح هذا، وألبس جفوف وألبس شزمة وألبس صدرية حتى هذا طفار الدم لا يجي على أي مكان عندي جرح. خلصت من الذبح هذا اللحم إلى أن أحطه بجدر ويستوي أنا لابسة جفوف. يبدأ من القصاب إلى البايع إلى المشتري إلى ربة البيت اللي تريد تطبخه، إلى أن يدخل اللحم بنص الجدر أنا لابسة جفوف حسب الاحتياجات مالتي. دكتورة مخلفات الحيوان بعد الفاصل إن شاء الله. متابعينا الكرام خلونا نتابع هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره ثانيه مع الدكتوره سنان غازي مهدي. دكتوره نكمل حديثنا لنصائح لربات البيوت وكل من يتعامل مع اللحوم حول مرض الحمى النسفيه، تفضلي. شكرا جزيلا، يعني مهم جدا بصراحه، احنا نتمنى اخواننا اخواتنا انه يسمعون هذا الكلام وينفذوه، يعني مهم جدا هذا. قلنا هو المرض ايش قد هو متعب،
لكن هو سهل الوقاية منه، سهل منعه ببساطة. من بداية التعامل مع حيوان، أنا جبت ذبحت الذبيحة، جبت اللحم، إحنا بدون اللحم ما نقدر نعيش خصوصا بالعراق. بالعراق لازم المرقة فيها لحم، فماكو مشكلة. أنا بس دائما إلى أن أخلي اللحم بالجدر أنا لابسة شفوف، القصاب يلبس شفوف كبيرة، اللي لما ينقل أخليه بعلاقة وأوصله للبيت. بالبيت ربة البيت رأسا تريد تشتغل على اللحم، تلبس كفوفها، تغسل اللحم زين، تقطعه براحتها، بس تنتبه انه لا تجرح نفسها، وهذا الطفار ما تدمها ماتين. وقلنا لابسه كفوف لازم، يعني احنا حتى تماما اكون مسيطره لازم اكو كفوف تلبسها، وكفوف بسيطه، يعني هاي الكفوف المطاطيه اللي استعمال واحد ممكن تستخدمها هذه. تطبخ اللحم، تحطه بالجدر، بعد انتهى الموضوع. بس الشغله وين بعد؟ السكينه اللي استخدمتها، الخشبه او التخته او الاليه اللي نقول حطت اللحم عليها، هذه لازم تغسلها بقاصر تمام، وما تستعملها للخضروات. هذه مهم جدا. يعني هذا اللوح الخشب اللي استخدمته ابدا ما تستعمل الخضروات، حتى لو هي عقمته تخليه ورا عقمته، يكون هذا خاص باللحم فقط. والسكينه لا تعقمها بقاصر بصابون بزاها اي شيء، وممكن بعدين لا تستخدمها، ماكو مشكله من عندها هذه. عندنا آراء كثيرة يعني بهالموضوع، هذا أجمدة أبقي بالمجمدة، ماكو مشكلة تريد تجمدة، بس أنت الطريقة الوحيدة اللي أنت تتخلص من الفيروس هو الطبخ. آراء كثيرة، هي أجمدة أخليه، ممكن هي كلها هي أقوال وآراء، لكن النهاية ألبس شفوف في جميع الأحوال، ومن ينطبخ اللحم بعد براحتك تريد تاكله، أنت ما عندك مشكلة الموضوع، لأن الفيروس راح ينقتل بالطبخ. طبعا شكرا جزيلا للدكتورة سنان غازي مهدي اليوم اللي نورتنا بحلقتنا هذا اليوم على المعلومات القيمة. شكرا لحضرتك دكتورة، إن شاء الله نلتقيكم حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي أنا الدكتورة نورة محمد علي، ألتقيكم الأسبوع القادم، وتقبلوا أيضا تحيات كادر البرنامج، ألتقيكم الأسبوع القادم بإذنه تعالى، إلى اللقاء.